المخزوم الكابتن عبد الرحيم طالب مدرب الرجاء السابق. كابتن عبد الرحيم مساء الخير. مدرب مساء الجيش الخير الملكي وأهلا السابق. وسهلا، شكرا على الاستضافة. أنا مدرب الجيش الملكي السابق ليس الرجاء، مدرب الجيش الملكي السابق، عفوا يا فندم، بتشرف بوجود حضرتك معانا. والوداد كمان يا فندم، بتشرف بوجود حضرتك معانا. لا لا يخطيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا على الاستضافة، وتشرف لي أن أكون معكم في البرنامج. يعني هنا الدنيا يا فندم في مصر كلها مقلوبة على محمود بن تايج ويحيى عطية الله وانضمامهم للأهلي والزمالك، شايف ازاي حضرتك اللعيبة وشايف المشهد وشايف ازاي وجودهم في الدوري المصري؟ أنا أظن أن اللاعبين عندهم مؤهلات بدنية وتقنية كذلك تكتيكية ونفسية حتى يمكن أن يزايلون في البطولة المصرية. نحن نتابع البطولة مع الأهلي ومع الزمالك ومع بيراميدز، لأن عندي لاعب هناك كان عندي هو القرطي، أقحمته مع الوداد في 2013 14. ف كل لاعب عنده مؤهلات وعنده يعني قوة في مكان ما. فأعطي الله تجربة كبيرة، شارك في كأس العالم، شارك مع الوداد، فاز عدة ألقاب، يعرف ما له وما عليه خلال اللقاء، يعرف ممكن يسير نفسه من ناحية التقنية والتكتيكية، وكذلك لأنه صايرة تجربته مع أكبر نادي في المغرب، يعني الوداد، أمام 60-70 ألف الجمهور كذلك خارج الميدان. فلهذا عنده مؤهلات فنية ممتازة، لياقة بدنية ممتازة، عنده القذف، ضربات الأخطاء، يعني ممكن يسجل، والآن رسمي مع الركراكي في الفريق الوطني. صحيح أنه يعني ذهب إلى روسيا تنظم، لم ينجح في هذا الفريق لأنه كان فريق تعبان من البداية، ولكن الأهلي ممكن، لو جاء الأهلي ممكن س س س يعني س سيكون في قمة العطاء ديال الثقة اللي داروا فيه الناس ديال الأهلي. بنتيك شيء ثاني، عنده أنا قحمته مع الاتحاد البيضاوي في كأس إفريقيا، فلهذا من الاتحاد البيضاوي راح الرجاء وقدم عروض كبيره، فازوا بالدوري، ذهب الى سانتيتيان، ومع سانتيتيان صعدوا الى الدرجه الاولى، وتبين انه يعني لاعب مستقبل ظهير ايسر الفريق الوطني المغربي لصغر سنه، وكذلك لنضجه وثقافته التكتيكيه. فقام يعني بمقابله جيده مع الفريق الفرنسي. لم نتفاجأ ان تطلبوا ودو فريق الزمالك، لانه لاعب ممتاز، صغير سن، سريع، يعرف ما له ما عليه من ناحيه التقنيه التكتيكيه، يساند الهجوم، وكذلك تموضعه دائما صحيح، واهم شيء عنده هو العمر، لان عنده وقت في انه يبلور معارفه التقنيه والتكتيكيه مع النادي. شيء بسيط، انا كنت طلبت ان شاء الله يعني المدرب يتعامل معك كابن، يعني ليس كلاعب محترف جي كبير، لانه باقي صغير السن، فهو محتاج يعني الحنان والعطف اكثر، لان انا اعرف اللاعب المغربي، المغربي دائما يبغي يعني هذا المدرب او الطاقم التقني يكون قريب له، يعني يصحح له. فلهذا تنظر ان الاثنين لاعبين ذو مستوى عالي، الاثنين لاعبين سيعطوا اضافه يعني في الجهه اليسرى للفريقين الاهلي والزمالك، ونتمنى ان شاء الله ينجحوا نفسيا اولا قبل ما يكون اداء تقني وتكتيكي. كابتن عبد الرحيم، من وجهه نظر حضرتك، افضل اللعيبه المغاربه اللي انضموا للدوري المصري مين؟ انا كنت ضمن جوج اللاعبين اللي كانوا عندكم في مصر دربتهم، انا يعني اول واحد هو القرطي اللي دربته في الوداد، كنظن القرطي في قمه العطاء ديالو، رغم انه لا يستدعى في الورق الفريق الوطني، ولكن تنظن انه لاعب ممتاز جيد، يعمل يعني الزياده التقنيه في وسط الميدان في بيراميدز. كذلك ازارو دربته، كنت وراء مجيئه الى الدفاع الحسجيدي وقحمته، وفي اول سنه كان هداف الدوري. كذلك بنون لعب معي في بركان، فلهذا لم اتفاجئ انه سيذهب الى الاحتراف، رغم انه كان محترف رجاء، فذهب لان الموضوع احسن من الناحيه الماديه، الان في تنظر في نادي قطر القطري، فيبصم بمستوى جيد. فكنت نشوف كل اللاعبين هذو، كذلك كحداد، تنظر انه لاعبين ممتازين، يعني حتى اللاعب المغرب الفاسي دربته في المغرب الفاسي اقحمته، هو شاب صغير، كنظن نسيت اسمه، وسط الميدان اللي كان في الزمالك،
فكل لاعبين تنظن بوسترقي، بوسترقي حتى لا انسى، وكنظن ان بوسترقي هو الذي نجح في مصر، وكذلك القرطي نجحوا اكثر من اللاعبين الاخرين. شايف حضرتك ان بن شرقي كان هناك اخبار انه ممكن يعود للزمالك ثم اتجه للدوري القطري، وهناك كلام كمان انه ممكن يعني المفاوضات تتفتح تاني، شايف حضرتك ان بن شرقي حاليا مفيد للدوري المصري او مفيد للزمالك؟ هو انا لاعب معي صغير السن، ومن بعد جا الوداد يعني صاير اللقاءات بكل احترافيه، ودار الفرق في نادي الوداد، من بعد راح لمصر، ومن بعد الان في الريان، فانظن الان احنا نسميه بكلمه مغربيه انا خطر، يعني الان صار عنده حرفه اكثر اكثر، فكنظن انه سيساعد فريق اي فريق مصري شريطة ان يحضر الى مصر بكل ما عنده من مؤهلات بدنيه تقنيه حتى يساعد، وليس لتكمله الاحتراف، فكنظن هو عنده عقل احترافي، فانه سينجح ان شاء الله، لانه جرب عن الاحتراف في مصر ويعرف خبايا الكره المصريه، فاظن سينجح بكل سهوله في الدوري المصري. كابتن ابراهيم بشكر حضرتك وبتشرف بانضمام حضرتك لينا. شكرا والى اللقاء. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الرحيم طالب مدرب الجيش الملكي، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.